سليمان. تركتهم بالقصر واجيت شوفك. بيزيد هنيك كمان. كيف صار هلا؟ مثل ما بتعرف ابنك قوي وصبور، بس ليتحسن بده شوية وقت، لأنه وجعه مو سهل. لو مرا امتى ناويين يرجعوا على ولاياتهم؟ بعد يومين إن شاء الله. تعال سليمان، بيزيد وسليم هني أغلى شي بنملكه. هدول أملنا، ورغم إنهم واعيين وأذكياء، مع هيك لساتهم متسرعين وحياتهم فيها اندفاع. لهيك ممكن يكون عندهم حسابات متسرعة، ونحن واجبنا ندلهم على الطريق الصحيح. لازم يحسوا بدعمنا ومراقبتنا الدائمة. ايه انت معك حق، كل ما غفلنا عنهم شوي توصلنا اخبار سيئة. وكرمال هالموضوع ولحتى ما نسمع هيك اخبار سيئة، فكرت بكم حل. إنه ننقل فخرية على منيسة ولقمان على كوتاهية. طبعاً إذا بتشوفوا هذا الشيء مناسب. لقمان وفخرية بيعرفوا أداب القصر كتير منيح، وبظن رح يقدروا يطبقوا أصول النظام بحرم لك الأمراء، ورح يساعدوهم بشكل ممتاز. ولهالشي أنا موافق. مثل كل مرة واقفين على شرفة القصر وقدامنا الساحة، وعم نسمع أصوات أولادنا وأحفادنا وهني عم بيبعدوا. بأمرهم يحضروا لنا السفرة، بناكل لقمة مع بعض، وإذا بدك منحكي. من زمان ما قضينا وقت أنا وياك. لا مو وقت هو يا أم، أنا بدي ضل حالي.